طبعا هو العمل الأساسي أنه يكون داخل الكويت، وبالتالي جميع التبرعات التي تأتي إلى بيت الزكاة وهي غير مشروطة تصرف داخل الكويت. داخل الكويت نعم. فيما عدا المشروط، وهذا بناء على يعني شروط المحسنين، نضطر إلى أن نلبي احتياجاتهم حتى يتكامل العمل في الجهتين. إحنا يعني ما يعادل 33 ألف أسرة سنويا نقوم بتقديم المساعدات لها، ما بين مساعدات شهرية ومساعدات مقطوعة، هذا بالنسبة للمساعدات النقدية. نعم. وكذلك نقوم بأيضا بعض المساعدات العينية من مواد تموينية ومستلزمات دراسية. نعم. وأيضا أثناء رمضان من وجبات الإفطار، وكذلك المواسم الدراسية عندنا توزيع المستلزمات الدراسية على مرتين في السنة، وأيضا سقيا الماء والأضاحي في وقت الأضاحي. طيب من هم المشمولين بالتبرعات داخل الكويت؟ طبعا يعني الأسر الأكثر حاجة عندنا نبتدي فيها اللي هم الأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن والعجزة اللي هم يعني عاجزين عن العمل، وكذلك الأسر التي تعاني من ضعف الدخل، هذا يعتبرون هم الأساس في تقديم المساعدات، بالإضافة إلى بعض الأسر التي يعني تتعرض إلى بعض النكبات مثل لا سمح الله الحريق، أو أحكام قضائية واجبة النفاذ، أو يعني حاجة لترميم بعض المنازل خلافه يعني.